شنو رايك في قرارات الحكومه بانها هي تسكر الدنيا السبعه وتخلي كل شيء يخدم بالصباح؟ والله اختي فما حاجه ما لقيت ليها الجواب انا ونحب نفهمها. بالله صور لي ستاسيون تاع المترو والكار، العباد فوق بعضها يسكرونا في الليل وفي النهار يخليوها مسيبه، العباد تمرض والعباد فهمت ايش الحكايه ذا. اما باش يسكروا جمله ولا يخليونا نخدموا على رواح. العباد راهي صاير ما عادش واصله على حتى شقل الفطر، ما عادش واصله عليه. هاك تشوفها مشيت البلاد مشاو، هذه الحكومه اخويا مشيتها البلاد. شد مشومك لا يجيك مشوم، يا حسر على بن علي، كنا على الاقل عايشين خالتين على الماكله، خالتين على الدنيا، خالتين نخرجوا نتفردوا ندوروا لاباس، البركه جات على عجله وليت المشاكل، ما عاد خالتين على البلاد هذه كرهونا فيها. لا خلاونا نخرجوا منها، لا خلاونا نخدموا على رواح. كيما انا اخويا حانوت كري وماء وضو يجي يقول لك ما تحليش في الليل. كيف باش نخلص انا اللي يخدم معايا وكيف باش نخلص انا؟ فهمت شان؟ والعباد تلقاهم شادين في الكار الستة نتاع الصباح، تدخل المارشي تدوخ. تدخل المارشي تلقى فيه 2000 3000. يجي يسكر لك في الليل، خلي العجلة تدور، خلي العباد تو النص الثاني نتاع رمضان، العباد تو تاخذ ترفع حلو، تاخذ ترفع تبش، خلي الدنيا تدور، خلي العجلة تدور. فهمت تسكير؟ اغزر المترو، بالله صور لي المترو برسم. فوق بعضه العباد. العباد فوق بعضهم، هذوك ما يمرضوش ونحن كي نحلوا نخدموا بالليل نمرضوا. اما نحن كي مثلا اللي عنده كراويات واللي عنده في عائله يصرف عليها واللي عنده صغار واللي عنده مراه، لا اله الا الله، البلاد هذيا خويا هزين عليها ايدينا نحن وكا. شنو الحل خويا؟ هما يشوفونا حل، مادام هما شادين هما يشوفونا حل، ولا يبعدوا خلي عباد صغار تسد البلاد وتشوف حل، كيما كندا، كيما البلدان الاخرين، كيما هولندا. يشدوا عباد صغار خويا، جينيراسيون جديده تعطي روح جديده، ويمشيونا العجله خويا. شدونا خويا الكراسي ما حبوش يخرجوا. هذاك اش عندي باش نقول اختي كاو.